شفت الضابط وشه جاب 100 لون ازاي بعد التليفون اللي جاله؟ اكيد جمال بيه السكر اتصرف. خير يا سالم بيه؟ خير طبعا، اتفضل يا سالم بيه. بلغ كايدي واتحفظ خلاص. الحكايه كلها لعب عيال في عيال، امال ايه، هي فوضى. شكلك هتلبسها. عمك انكر كل التهم اللي انت اتهمته بيها، وانت طبعا ما عندكش ولا دليل واحد، فاضطريت ان انا امشيه. عندك اي حاجه تانيه عايز تقولها قبل ما احولك على النيابه؟ عندي السيد ابو الليف. ماله ده؟ هو اللي جاب لي الباسبور المزور، وهو اللي قال على موضوع محاوله قتل عمي. استنى. ايه؟ مش يمكن موضوع الفلوس ده بجد؟ عشان كده سالم نازل لنا مخصوص. قصدك يعني عشان يفطمنا نعمل ايه؟ كان ممكن يقول لنا في التليفون يا ناصح. وممكن يكون شاكك ان تليفوناتنا متراقبه عشان كده نزل لنا بنفسه. عموما انا اول ما سمعت الخبر امنت نفسي ونقلت البضاعه والفلوس كلها في مخزن تاني. طول عمرك واطي ومتمسك بالوطيانه، طب مش تديني خبر عشان اعمل حساب انا كمان؟ ولا هي كده؟ واحد يسرق ريمه والتاني يلبس الجريمه. استاذ موسى، عندي سبق صحفي ليك ما حصلش. سالم الجرح اتقبض عليه وبيحققوا معاه دلوقتي. انا هشوف حد من اسمي يتابعني بالاخبار اول باول، واكيد هتابع مع حضرتك. هايل. وانا هنزل الخبر دلوقتي على الموقع وهكتب ان احنا هنتابع مع القراء تفاصيله. خلي بالك من نفسك. ما تقلقش عليا يا استاذ، انا مأمنه نفسي كويس. مع السلامه. هيا مراد، عايزه تنزلي المنشد ده بسرعه. القبض على رجل الأعمال المعروف سالم الجرحي والتحقيق معه في اسم شرطة الغردقة. ما تحرمش منك يا جمال بيه. لا لا خلاص، أنا بكلم عليك من العربية دلوقتي. بس الولد الضابط ده شادد حيله علينا من ساعة ما جه الغردقة. متهيألي إن هو محتاج قرصة ودن عشان يخف عني شوية. أوكي أوكي. طب الحمد لله. الحمد لله على السلامة. باي باي. المشكلة اتحلت الحمد لله، وبابا خرج. طيب الحمد لله. كفارة يعني، قصدي دي أقل حاجة يعملوها. الله، هي ولاد الناس لعبة ولا إيه؟ سامع بعد إذنكم. ألو؟ أيوة يا باشا. نعم؟ سعادتك عايزني في الاسم؟ حالا يا فندم، حاضر هكون عند سعادتك. الظاهر يا جماعة إن إحنا خدنا عين، دي ولا لعنة الفراعنة يا جدعان، إيه اللي بيحصل في البيت ده؟ مالك صعب تقدم فلوس يا سمعة؟ الحارة كلها شافتها. جرايه سامه مش بتاكد. امسك شبكتك ومهرك. كام دول؟ هما ايه دول؟ دول الفلوس 10,000 جنيه زي ما قال سيد في التليفون بالظبط، ومعايا زيهم. هطلع بيهم على المحامي اللي هو ماسك قضيه ابوك ده عشان يمشي في اجراءات موضوع الافراج الجمركي. جمركي ايه يا سمعه؟ بتاع ابوه. بتاع ابويا ايه بس يا سمعه؟ الافراج الصحي. الافراج الصحي. طب بقول لك يا سمعه، على مؤاخذه في السؤال يعني، ايه حكايه الساعه دي جت منين؟ ساعه ايه دي؟ اللي اديتها لك يا سمعه. الساعة. أيوة أيوة أيوة، مالناش فيها صاحبي. أنا ماليش فيه، أنا نفذ الأمر. أسأل لأ، وعن رأي المثل اللي يتدخل في اللي ما يخصهوش يسمع اللي ما يلزمهوش. يلزمك حاجة تاني؟ لا يا عم، توكل على الله. أنا اللي أتوكل على الله؟ لا، أنت قوم توكل على الله من على الكبوت عشان البطارية. كبوت مرشيدس يا سمعة. مرشيدس. يلا يا عم، الله يبارك لك في العشر برايز. وربنا لا يقول لي سيد يا عم. يلا يا عم أنت وسيد. هذا وقد مثل أمامنا سيد أبو الليف حسنين لمواجهته بالمتهم الأول باسم غانم الجرحي وسؤاله عن علاقته بالباسبور المزور الذي أحضره سيد للمتهم الأول. يا سيد، إيه رأيك في الكلام ده؟ أنا؟ ايوه انت يا سيد. باسم بيقول ان انت اللي جبت له الباسبور المزور. انا؟ ايوه انت. انت مش خدت مني 20,000 جنيه عشان تجيب لي الباسبور المزور ده؟ انا؟ وجيت لي البيت وركبت لي دقن وصورتني وبعتت الصوره لصاحبك اللي بيزور الباسبورات وحاطط عليها فيزا كندا كمان؟ انا.
بقى مرة ما قلت لي ان عم سالم قال لي سليمان يقتلني وسالتني وانت مزعل عمك في حاجه؟ امال مين اللي قال لي على موضوع محاوله القتل دوت وان الراجل اللي زور الباسبورات ده من طرف عمي؟ انا قرايه سي، هو انت ما عندكش غير كلمه انا يا اخي؟ ما ترد على سلت منتهى. حسبي الله ونعم الوكيل يا باشا. يا باشا الكلام مفسر بعضه عكس نفسه اساسا. بقى سالم بيه الراجل الطيب الكمل اللي اتحط على الجرح يطيب، هيبقى عايز يقتله وكمان عايز يجيب له باسبور مزيف. طب هيعرف مزورين منين يا باشا؟ ده ظلم، انا مش هقدر اسكت عليه اكتر من كده. يا ده ما حصلش يا سيد، كله افترى سعادتك. يا باشا احنا لو سكتنا على الراجل ده اكتر من كده هيقول ان كنت بجيب له حشيش عشان يشرب كده. معاك 10000 جنيه، شوف عايز ننزل نجيب الشبكه امتى. ايش ايش يا اوس اوس، والخير ده كله منين؟ وانت ليك اكل ولا بحلق؟ انا كمان يا اسامه عايز اعرف جبت الفلوس دي كلها منين. جرايه ورده، انا هكون جبتها منين؟ ده سيد لما عرف الزنقه اللي انا فيها بعتهم لي في السوبر جيت. سيد بعت لك 10000 جنيه مره واحده وبالسرعه دي ليه؟ بيشتغل في السعوديه ولا في اوروبا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، يعني الفلوس جات لك اللي انت كنت طالباها؟ عايز تعجزيني باي حاجه وخلاص؟ انت ليه يا اسقس فاكر ان انا ضدك؟ ده انا عايزه اطمن على اختي، عايزه اعرف ان الفلوس دي جايه من شغلانه شريفه، مش شغلانه لا مؤاخذه تودي في داهيه. وبدل ما البت تفرح بيك تيجي جنبي تعيط ونقعد احنا الاثنين نعدد ونستناك انت وبكره ما تطلعوا من اللومين. ده على اساس ان انت استنيت ابويا اصلا. استنى ما تفتحش. ايه مش صربة على ايه؟ يلا افتح. يا اس مية مسا على الناس الكويسة. اهلا اهلا بالدكش. اهلا. شوية كباب وكبدة مشوية استخسرت اكلهم لوحدي، قلت اللقمة مش هتبقى هنية الا لما نضربهم سوا. يصح بدنك. قومي يلا يا وردة هاتي اطباق ونادي طارق عشان ياكل معانا. يا طارق تعال، عمك الدكش جاب كباب سخن. اهلا اهلا. برافو عليك يا سيد. ولو اني زعلان منه ما ادانيش فرصه افتح بقي واساعده، خلص نفسه بنفسه زي الجن. عموما انا كلمت السكري عشان يخلصنا من الضابط اللي شايف نفسه ده، هخليه ينقله من الغردقه كلها. غلط يا باشا، بالعكس بعد اللي حصل امبارح نفسه اتكسرت وبقى وجوده زي عدمه، وعرف هو بيلعب مع مين واخره ايه. طب وبعدين لو عمل لنا فيها ابو العريف مره ثانيه؟ يبقى هو اللي جابه لنفسه واحنا نبقى خلصنا ضميرنا قدام ربنا. ونعم بالله. سبحان الله على سعادتك يا فندم. مصيبه متحركه. اكيد سعادتك ابن حلال مصفي عشان ربنا يكرمنا بالباشا ده. كله تمام يا معلمه. رصيت كل حاجه وستفتها زي ما قال الكتاب. دلوقتي بقى بقينا نضاف، زراف، خفاف. قلت له خشاف. من عناية يا سيد الرجاله.